السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين، معكم امين. انا عارف انك ما دخلتي لهذا الفيديو الا وباغي تعرف التفاصيل الدقيقه والكامله حول النزال اللي غادي يجرى بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن، وعارف كذلك انك قلبت مزيان ولكن ما لقيتيش الاجابات الكافيه. لذلك بغيت نعلمكم ان هذه القناه هي قناه مختصه في مجال الرياضات القتاليه، يعني اي خبر متعلق بمجال الرياضات القتاليه فالخبر ديالو غادي تلقاها هنا هاد لاشين. لذلك كنطلب منكم كاملين تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد حول اي نزال من قنوات ناقله الى غير ذلك. ما نطولش عليكم، ندخلوا في التفاصيل. كقراءة شاملة حول النزال أو كتعريف للمقاتلين، نبدأ بريكو فيرهوفن. ريكو فيرهوفن هولندي، كيبلغ من طول 1.90 متر وكيوزن 117 كيلوغرام. عنده عدد نزالات كبير وعنده عدد ضربات قاضية كبير. سبق ليه لعب مع جمال بن صديق سنة 2011 ولكن خسر أمام جمال، لذلك فهذا النزال كيتعتبر بمثابة انتقام لريكو. أما بالنسبة لجمال بن صديق كيبلغ من العمر 27 سنة بوزن 116 كيلوغرام، يعني ناقص كيلو على ريكو فيرهوفن. جمال بن صديق حتى هو من المقاتلين العمالقة، لذلك تصدر المرتبة الثانية في أقوى بطولة في العالم اللي هي غلوري كيك بوكسين، وهي بطولة خاصة بالكيك بوكسين. يعني ريكو هو الأول وراه كلقاو جمال بن صديق، داكشي علاش وقع هذا النزال. لحقاش هذا النزال عنده سببين، أولا لأن ريكو باغي ينتقم من جمال، وثانيا لأن جمال هو الثاني وإلا بغى يولي في الترتيب هو الأول خاصو ضروري يخوض نزال ضد ريكو. يعني من هذا الشيء كامل عرفنا أن هذا النزال داير حول الحزام، يعني اللي ربح فيهم غادي يتصدر ترتيب الأول في غلوري وغادي يولي أقوى بطل في الوزن الثقيل في رياضة الكيك بوكسين. النزال ملعوب في مدينة روتردام الهولندية. هاد مدينة روتردام يعني كتمتلئ أو يعني فيها عدد مغاربة من الجالية اللي هما كبار، يعني عدد جالية كبير خاصة المنحدرين من منطقة الريف المغربي أي الناظور والحسيمة. يعني نهار غادي يلعب جمال وريكو فستاد أو مكان الحدث اللي هو روتردام أهوي غادي يكون عامر بالمغاربة وغادي تسمع غير المغاربة، يعني بحال راك جالس في الناظور ولا راك جالس في الحسيمة ولا الرباط ولا كازا. يعني عدد جماهير مغربية كبير جدا اللي غادي تكون في صالح البطل المغربي جمال بن صديق. أما بالنسبة لتوقيت النزال فالسهرة غادي تبتدأ مع 6:00 مساء. الكيك بوكسين يختلف عن كرة القدم، فكرة القدم عندها الوقت محدد، أما الكيك بوكسين كتكون فيه سهرة وكيكونوا فيها مجموعة من النزالات. يعني الكومبا ديال جمال وريكو غادي يكون نزال رئيسي، لذلك غادي يكون هو آخر نزال في السهرة. يعني المؤشر باش أننا نشوفوا هذا النزال قريب مع 9:00 ولا 9:00 هو إذا كانوا الضربات القاضية كثار ديك السهرة، فهو مؤشر عن أن النزال غادي وكيقرب. بطبيعة الحال النزال غالبا غادي يكون في ديك 10 ديال الليل حتى 11 تقريبا. أما بالنسبة للقنوات الناقلة فهناك قناة زيكو سبور الألمانية وقناة الرياضية المغربية وكذلك قناة حواس الإماراتية. كاين واحد القناة سميتها حواس في القمر الصناعي ناينسات، كتبوا حواس في ناينسات غادي تخرج لكم قناة حواس الإماراتية غادي تنقل النزال. هادو حاليا وصلنا لنهاية الفيديو، وإلا كان شي جديد بطبيعة الحال غادي نعلمكم. إلا كانوا كيعجبوكم الفيديوهات اللي كندير وبغيتو تشجعوني أنني نواصل العمل فدعموني، إلا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو دعمني بالضغط على متابعة القناة، وإلا كنتي من المتابعين الأوفياء دعمني بالضغط على زر الإعجاب فذلك يزيدني تحفيزا من أجل تقديم المزيد. شكرا على متابعتكم، إلى اللقاء.